السلام عليكم، رجعنا لكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنشرح كل حاجه بالتفصيل في باينانس، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح ازاي نخش الصفقه وايه هو الايقاف الحدي وايه هو امر السوق. هنشرح كل ده ان شاء الله بالتفصيل. قبل ما نبدا بقى كده، انزل حط لايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبسم الله، اول حاجه كده هنخش على المحفظه عشان نفهم بس النظره العامه كده ايه الدنيا فيها. اول حاجة هنا ده الرصيد اللي متاح في الحساب ده، 55 دولار. ده الرصيد اللي متاح في الحساب، ودول قيمتهم بالبيتكوين، دول قيمة الـ55 دولار بالبيتكوين. تمام. تاني حاجة هنا الايداع، تمام. لو عايز تعمل ايداع لأي عملة، ان كان هيترسل لك من خارج المنصة او ان كان بالفيزا كارد بتاعتك بأي حاجة. تاني حاجة نخش على قائمة الفوري ديت. انا معايا هنا 32 دولار USDT، ومعايا هنا عملة تانية قيمتهم 21 دولار، تمام. وديت كسور في عملات تانية، كسور سنتات. لو جينا نبص تحت هنا، ديت الافضل، ده افضل عملات في المنصة، تمام، اللي هي البي ان بي. البي ان بي دي عملة المنصة ذات نفسها، ديت عملة المنصة ذات نفسها، تمام. وديت البيتكوين سعره النهاردة 18850 دولار، وده الاثيريوم، ودي لونز، لونا كلاسيك، ودي السولانا، تمام. يعني شوية عملات. لو جينا نبص هنا، دول افضل عملات عاملين ربح، ودول الخاسرون، دول العملات اللي هابطة. وديت حجم 24 ساعة، اكتر كميات متداولة في اخر 24 ساعة. يعني البيتكوين 2 مليار، الاثيريوم 2 مليار، وكسور برضو، لونا كلاسيك 980 مليون، وهكذا في باقي العملات. تمام. لو جينا نبص هنا المفضلات، دي العملات اللي انت عامل لها قلب او عامل لها نجم بمعنى اصح، بيظهروا عندك في المفضلات هنا، تمام. في منصة باينانس احنا عندنا 2 من عملة الدولار الرقمي. اول عملة اللي هي البي يو اس دي تي، البوز. تاني عملة اليو اس دي تي، ودول دي بي ان بي، ودي البيتكوين، ودي ال تي اس فيات، تمام. لو جينا نبص هنا، دي كل العملات اللي احنا نقدر نتداولها بالبي يو اس دي، دي كل العملات اللي احنا نقدر نتداولها بيها. ولو جينا نبص هنا في اليو اس تي، دي برضو كل العملات اللي احنا نقدر نتداولها باليو اس تي. وطبعا ما فهمش حاجه محرمه غير المشروع الربوي بتاع اللونا واللونا كلاسيك، تمام. عندنا برضو هنا حاجه تانية اللي هو البي، باينانس باي، نقدر ان احنا نرسل شخص لشخص من داخل المنصة بدون اي رسوم. ارسال، تمام. نقدر نرسل بدون اي رسوم داخل منصة باينانس، ان كان بي يو اس دي تي، يو اس دي تي، تمام. هنا من خلال البريد الالكتروني، يعني انا شخص عايز ارسل لشخص تاني، اقدر ارسل له من خلال البريد الالكتروني بتاعه. باخد البريد الالكتروني بتاعه وبحول له من خلاله من هنا، واقدر احول له برضو من خلال رقم الهاتف، واقدر احول له من معرف الدفع، واقدر احول له من معرف باينانس. معرف الدفع اللي هو ده، ده معرف الدفع، ومعرف فاينانس اهو، ده معرف فاينانس، تمام. والارسال دوت ما بياخدش يعتبر جزء من الثانية، وبيكون متحول ومن غير اي رسوم نهائي، بس اقل حد للارسال 10 سنت، تمام. بالنسبة للناس اللي لسه اول مرة وثقت واول مرة تتعامل في الحساب، لو ارسلت لأي حد 10 USDT او اكتر، بتاخد مكافأة دولار ونص. وفي مسابقة حاليا شغالة، تمام، في بونص شغال منصة باينانس عاملاه،
بقيمة 10,000 BUSDT لأي شخص هيرسل دولار، لأي شخص هيرسل عفوا 10 سنت أو أكتر، تمام؟ بياخد مكافأة 3 دولار أو 2.99 دولار، تمام؟ تمام. نخش على الخطوة اللي بعدها. بالنسبة للعرض ده، ده بونص، دوت بونص عبارة عن هدية، كل 12 ساعة بتقدر تفتحه وتاخد الهدية اللي جواه على حسب بقى، على حسب الحظ. فخلينا نجرب كده. بنروح جايين عاملين كوبي من هنا، ضغطنا على الكلمة كوبي، ونروح جايين عاملين كليم ناو اوبن. انا هنا كام كسبت؟ كام؟ 6 سنت BUSDT، تمام. لو جينا نرجع، لو رجعنا كده شوفوا هنا، بيقول لك تلقيت صندوق عملات رقمية بقيمة 9 سنت، 6 سنت عفوا. فلو رحنا جايين راجعين كده، ورحنا على المحفظة تمويل، ظهرت هنا يا شباب 6 سنت، تمام. عايزين نحول ال6 سنت دول من محفظة التمويل للفوري. نروح جايين على تحويل، جايين من هنا معلمين من على السهم ده، واختارين BUSD. لو ما لقيناهاش هنا هنقدر نبحث عنها فوق، نقدر نبحث عنها فوق هنا، اي عملة تقدر تبحث عنها من فوق من هنا، تمام. تمام. نروح الوقت، جايين عاملين هنا، ضغطنا على BUSD ماكس، تأكيد التحويل، جينا عاملين ريفرش، راحوا من محفظة التمويل، جم في الفوري، جم في الفوري هنا، تمام. نقدر نبحث عن اي عملة يا شباب من فوق من هنا، من كلمة بحث من فوق. نفترض ان انا عايز ابحث مثلا عن البيتكوين، باجي بكتب هنا فوق BTC، بيظهر لي بقى هنا ايه، BNB BTC، يظهر لي هنا مثلا BTC BUSDT، يظهر لي هنا BTC USDT، تمام. انا مثلا عايز ادخل على BTC BUSD، نضغط عليها كده، هنا بيظهر لك هنا الشريط بتاع التحليل، الشمعات اليابانية، وديت ان شاء الله ننزل لها شرح قدام. هنا مثلا نضغط له على كلمة شراء، نخلي ان شاء الله يا شباب الشرح دوت كامل في حلقة لوحده بالتفصيل، تمام. ازاي ندخل صفقة، ازاي نبيع، ازاي نشتري، تمام. هنا في طلب حدي وطلب السوق، ايقاف الحد، كل الحاجات ديت ان شاء الله هنشرحها في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبس يا شباب، ده كان شرح بسيط كده لبعض نقط في منصة بايننس عشان ما اطولش عليكم، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنشرح اكتر واكتر ونتعمق اكتر في المنصه باذن الله. لو وصلت لحد هنا احب اقول لك بنزل اكد على اشتراكك، واعمل اللايك الجميل، اعمل لنا كومنت، واشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم.